أخبار الثامنة والربع مع تحيات جلاديس الخوري أنطونيوس، دعاء حمص فرح والمخرج رودريك نمنو. عناوين النشرة: عودة التلبد إلى الأجواء الحكومية، وبري ينصح الحريري بوضع الفول بالمكيو. الحريري يبلغ القوات تمسك عون بالعدل، وجعجع يقول أنه لن يقبل كيفما كان، ونصر الله يأخذ مطلب سنة 8 أذار على عاتقه. ما بننصح حدا يحط مهل زمنية، ما زال هناك مجموعة من المسائل بالحقائب بتوزير بعض الجهات ما زالت عالقة. الاستخبارات الأمريكية تكشف تورط قطر مع إيران في تهريب أسلحة متطورة لحزب الله عبر المطار بحسب الفوكس نيوز. السعودية تؤكد مقتل الخاشقجي داخل القنصلية وتعلن عن إعفاءات وتحقيقات، وترامب يثمن الدور السعودي. الحلم تحقق، وهلأ صارت الكهرباء 24/24. شركة كهرباء زحلي وعدت ووفيت، رح نضوي ليل نهار. مبروك لزحلي والجوار وعقبال لبنان كله. كهرباء زحلي، دايما نحو الأفضل. كل ويك أند عند لافالور موعد ثابت مع التوفير. هالويك اند وادي الاخضر بازيلا 800 جرام 2490 ليرة. تتصاعد الأسئلة المطروحة عن مصير جرعات التفاؤل بالولادة الحكومية القريبة التي سادت في اليومين الماضيين. فشد الحبال القائم في الأمتار الأخيرة أشاع جوا من أمرين: تراجعي يحافظ على الحد الأدنى لإبقاء القنوات مفتوحة، أو ما قد يوصف بانتكاسة قوية قد تهدد بدخول التشكيل في مسار التأجيل البعيد. الأجوبة هي نفسها كما كانت منذ بدايات التأليف، محصورة بعقد الصراع العوني القواتي على حقيبة العدل التي يتمسك بها رئيس الجمهورية وتطالب بها القوات، والصراع السني بعد إنعاش ضغوطات فريق الثامن من أذار على الرئيس المكلف لتوزير سني من خارج تيار المستقبل، مرورا بعقدة عدم حسم الأشغال لتيار المردة، وصولا إلى توزير الأقليات بعد تمسك الأرمن بحصة وزيرين. إذن متى الحكومة؟ التوقيت مفتوح، وزخم التوقعات تفرمل بعد كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الذي نصح المعنيين بالتأليف ألا يضعوا مهلا زمنية طالما أن هناك أمورا ما زالت عالقة، ملمحا إلى إمكان أن يأخذ الأمر مزيدا من الوقت. وهكذا عاش المجتمع اللبناني حلم انفراج الحكومة، فيما الأحلام الواقعية تحمل كوابيس الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والمالية التي تبقى سيفا مسلطا على لقمة عيشه. وفي هذا السياق الملفات آخذة في الاتساع، من عمليات الصرف في العديد من القطاعات إلى أزمة القروض السكنية وملفات الهدر والفساد وملف الكهرباء الذي يسير جنبا إلى جنب مع سياسة التقنين الواسعة من جهة، وسياسة المولدات وارتفاع أسعارها من جهة أخرى. في موازاة ذلك برزت تطورات في ملف الصحفي جمال خاشقجي، وقد أعلنت السعودية عن وفاته إثر شجار داخل القنصلية، معلنة عن إجراءات وتحقيقات متواصلة. ماذا أولا في جديد الملف الحكومي؟ المعاينة الحكومية من منظار رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد عودته من السفر
تشير إلى تعقيدات ومرحلة انتظار جديدة. فقد أوضح بري أن العقدة المسيحية لم تعالج نهائيا بعد، مشيرا إلى أن الأخذ والرد لا يزال مستمرا على ما يبدو حول حقيبة وزارة العدل. وأضاف في حديث إلى الجمهورية أنه سبق له أن قال إن الفول موجود والمكيول موجود، والمطلوب وضع الفول في المكيول حتى تولد الحكومة، ونحن في انتظار الانتهاء من ترتيب المقادير. وشدد على أهمية وزارة العدل، مشيرا إلى أهمية تحصين العدلية وتفعيلها قائلا: أعطني عدالة وخذ وطنا. وعن العقدة السنية لجهة توزير سني من خارج المستقبل، كشف أنه أبلغ الرئيس الحريري منذ البداية بضرورة تمثيل هؤلاء النواب لأن ذلك هو حق لهم، ونصحه بأن يبادر إلى منحهم مقعدا وزاريا من حصته بما يحمل من دلالات فاحتضانه كل التلوين. وأضاف إن من بين المخارج المطروحة أن يسمي رئيس الجمهورية وزيرا سنيا من ضمن كتلته. حكوميا في بيت الوسط يمكن تلخيص الصورة على الشكل التالي: العقدة الأولى هي مسيحية، تمثلت فيما نقله رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل إلى الرئيس المكلف سعد الحريري من أن الرئيس عون يرفض إعطاء القوات اللبنانية حقيبة العدل، معللا ذلك بضرورة عدم انتسابها إلى أي حزب، وأن الرئيس عون يعتبرها حقيبة أساسية في موضوع مكافحة الفساد. وأبلغه أيضا أن الرئيس عون لم يعد في وارد تقديم أي تنازل جديد للقوات بعدما تنازل عن نيابة رئاسة مجلس الوزراء. وأكد باسيل بعد زيارته بيت الوسط أن التيار قدم كل ما عنده من تسهيلات وتنازلات. اليوم بعتقد أنه نحن على الطريق اللازم تنشوف حكومة بسرعة قريبا. هذا موضوع طبعا بيد الرئيس المكلف اللي بيتشاور مع رئيس الجمهورية وهن بيتفقوا بنهاية المطاف، ولكن بما يخصنا نحن معنيين بالشق يلي بيخصنا، نحن فينا نقول أنه اتفقنا بشكل كامل من دون المس بأحد ولا بحق أحد، لبل أعطينا منا لصالح أنه هالحكومة تمشي، وإن شاء الله منكون على فرحة جديدة للبنانيين. هذه الحقيبة كان الرئيس المكلف سعد الحريري قد عرضها على القوات قبل أيام، لكنه أبلغ مفد القوات الوزير ملح مريشي في خلال لقائه أمس بالموقف العوني الجديد، وهو ما رأت فيه القوات تراجعا كبيرا عكسه موقف ريشي الذي اتهم البعض من دون أن يسميه بالعمل على الإساءة إلى جهد الرئيس الحريري والانقلاب على التسوية، خصوصا بعد تزايد نقاط الالتقاء في التشكيل إلى حدود حسمها. وتخلل الاجتماع اتصال أجراه الرئيس الحريري برئيس القوات وأبلغه بالموقف العوني، وطلب الحريري من جعجع أن يمهله وقتا إضافيا لمعالجة الأمر، فأجاب جعجع أنه مستعد للمساعدة والوقوف إلى جانبه في مهمته حتى النهاية، لكن لن يرضى بالدخول إلى الحكومة كيفما كان كما نقل عنه. وبحسب المعلومات فإن الحصة المعروضة على القوات أصبحت تتناول 4 مقاعد وزارية، بينها نائب الرئيس ووزارات الشؤون الاجتماعية والثقافة والعمل بدلا من العدل. وفي هذا السياق أوردت الأخبار أن الوزير رياشي أبلغ الرئيس المكلف رسالة رسمية من جعجع باعتكاف القوات عن المشاركة بالحكومة ما لم تحصل على حقيبة العدل، ورفض الحزب الحصول على حقائب الشؤون الاجتماعية والثقافة والعمل ومنصب رئيس حكومة بلا حقيبة. ورد الحريري بأنه لن يشكل حكومة من دون القوات. ونقلت مصادر مقربة من الرئيس المكلف أن السبل أمامه الآن مسدودة وهناك حالة من الضياع في التعامل مع الموقف، ويتوقع أن تكون الساعات المقبلة حاسمة لجهة موقف القوات من التشكيلة المقترحة. وكان الرئيس الحريري قد التقى النائب وائل أبو فعور الذي أكد أن التربية لا تزال للحزب الاشتراكي، والتقى وفدا من حزب التشناق الأرمني برئاسة النائب أغو باكرادونيا الذي كشف أن الحكومة ستضم وزيرين أرمنيين من دون أن يتضح
مصير تمثيل الأقليات. العقدة الثانية هي على خط حقيبة وزارة الأشغال التي حسمت لتيار المردة، لكن التيار العوني يعترض على اسم الوزير الذي سيتولاها. أما العقدة الثالثة فهي مع نواب السنة 8 من آذار، وفي هذا السياق أعلن النائب فيصل كرامي أنه من حق سنة 8 آذار التمثيل في حكومة وحدة وطنية، معتبرا أن العقدة هي عند الرئيس المكلف، وأضاف إن دعم حزب الله هو لرفع الظلامة، وخلص إلى التأكيد أنه لن تكون حكومة من دونهم. وأشار الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إلى وجود تقدم فيما خص اقتراب تشكيل الحكومة الجديدة، إلا أنه بقي ملتزما الحذر في تحديد الوقت. من الواضح بأنه في تفاؤل كبير، في إيجابيات مهمة، وفي تقدم مهم حصل على مستوى تشكيل الحكومة. لكن طبعا نحن ما بننصح حدا يحط مهل زمنية، يقول مثلا من هون ل 48 ساعة، من هون ل 3 أيام، من هون لأسبوع، من هون ل 10 أيام، حتى من هون لشهر. هذا خطأ، لأنه أحيانا عم تستجد مسائل أو عم تستجد عقد ما كان محسوب حسابها بالبداية، أو ما كانت مأخوذة بالجدية المطلوبة بالبداية. أنا بعتقد اليوم أنه في تقدم مهم وكبير، لكن ما زال هناك مجموعة من المسائل إلى علاقة خصوصا بالحقائب وخصوصا بتوزير بعض الجهات، هذه ما زالت عالقة والجميع ينتظر فيها أجوبة. وترافق الانتكاس مع تحرك دبلوماسي شدد على التوازن في الحكومة، وتمثل بزيارة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان بالإنابة بيرنيل كارديل للرئيس المكلف سعد الحريري غدا اجتماعه بمجموعة الدعم الدولية. وذكرت كارديل بأن أحد المواضيع التي شدد عليها المجتمع الدولي في خلال اجتماع السفراء وممثلي مجموعة الدعم الدولية في بيت الوسط أمس الأول الشراكة المستمرة لهذا البلد، وكررت تأكيد دعم الأمم المتحدة المستمر لاستقرار لبنان وازدهاره. وفي المواقف انتقد رئيس الوزراء اللبناني السابق فؤاد السنيورة ما وصفها بمخالفات دستورية تمثل مسا باتفاق الطائف يقوم بها رئيس الجمهورية ميشيل عون. وانتقد السنيورة أيضا في حديث إلى الشرق الأوسط حزب الله ودعاه إلى سحب عناصره من الحرب السورية وغيرها من نزاعات المنطقة والعودة إلى لبنان والتصرف كحزب لبناني، قائلا إن ممارسات الحزب أضرت باللبنانيين حول العالم وحولتهم إلى مشروع متهم. ولم يظهر السنيورة حماسة كبيرة لتركيبة الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن البلد بحاجة إلى حكومة لا تقوم على المحاصصة وتقاسم الوزارات، بل إلى حكومة إنقاذ أو حكومة أقطاب. ورأى الرئيس تمام سلام أنها المرة الأولى التي يؤتى بعرف المعايير كي ينتقص من صلاحيات رئيس الحكومة المكلف، وتخوف من إرساء هذه السابقة، وقال إن ما يجري اليوم غير مقبول، والرئيس المكلف لا يحسد على الصعوبات التي يواجهها وهو في المركب الخشن ويواجه عراقيل في الداخل، إضافة إلى التطورات المتسارعة في المنطقة. الرئيس المكلف سعد الحريري شارك في إحياء الذكرى 6 لاستشهاد اللواء وسام الحسن في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وألقى وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق كلمة أكد فيها أن لا ضمانة في لبنان غير المؤسسات. عزائي، أنني وفي الأيام الأخيرة من حكومة تصريف الأعمال أنني ساهمت في المحافظة على المؤسسة التي ساهم وسام في بنائها واستجهد من أجلها. اليوم ها هي الحكومة الثانية في ولاية الرئيس ميشيل عون باتت قاب قوسين أو أدنى كما يقول، وهي امتحان وفاء لهؤلاء الشهداء، وألا أولهم أنت يا وسام. التحدي أن تكون حكومة عدل بين اللبنانيين وحكومة مصالحة تحفظ كرامات اللبنانيين، هو بوابة للإنصاف ينتظره جميع اللبنانيين. اتهام أمريكي جديد، سلاح لحزب الله عبر المطار، بعد الفاصل. مسافرينا الكرام، منرحب فيكن على متن الخطوط الملكية المغربية ومنعلنكن عن بدء تخفيضاتنا الكبيرة على تذكركن.
احجزوا راوند تريب على أمريكا قبل 31 تشرين الأول ابتداء من $659 بس. المقاعد محدودة والعرض خاضع لشروط الخطوط الملكية المغربية. اتصلوا فينا اليوم أو بوكالة سفركم. الخطوط الملكية المغربية أجنحة المغرب. جاءنا من مصادر موثوقة أن حصة لو شاركوتيه هي وزارة التوفير. كيلو صدر دجاج بس ب 7450 ليرة. جميلة أو قبيحة، معروضة أو مطلوبة، الحديث عن الوزارات وآخر التقسيمات ونهائي العروضات، هل سيضحك جعجع كثيراً وأخيراً؟ ماذا يقول النائب فادي سعد؟ وهل تمثيل السنة الستة خارج المستقبل مضمون أم تخلى عنهم الحلفاء؟ النائب عبد الرحيم مراد يتحدث لليوم السابع السبت 9:30 صباحاً عبر صوت لبنان. للمرة الثانية منذ أيلول الماضي نسبت قناة فوكس نيوز الأمريكية إلى مصادر استخباراتية أمريكية وغربية أن إيران زادت من شحنات الأسلحة المتطورة إلى حزب الله، وهي شحنات لتحديد المواقع GPS لتصنيع أسلحة موجهة بدقة في المصانع الإيرانية داخل لبنان، ما يزيد من تهديد إسرائيل. وقال المسؤولون إن إحدى الرحلات الإيرانية وصلت إلى لبنان منذ 3 أيام، وحددوا المسار على الشكل التالي: غادرت الرحلة رقم 9950 التابعة لشركة الخطوط الجوية الإيرانية مطار طهران الدولي صباح الثلاثاء إلى وجهة مجهولة، وفقاً لبيانات الرحلة التي حصلت عليها فوكس نيوز. وفي وقت لاحق من اليوم نفسه حطت طائرة بوينغ 747 في العاصمة السورية دمشق قبل أن تواصل الرحلة إلى بيروت لتصل قبيل الساعة 2 من بعد الظهر وفقاً لبرنامج تعقب الطيران. ومساء الأربعاء غادرت طائرة الشحن الإيرانية بيروت متجهة إلى الدوحة، ومنها عادت إلى إيران. في ملف الكهرباء، أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أن الباخرة إسراء سلطان باشرت فصل محركاتها عن الشبكة مساء أمس عند الانتهاء من استهلاك كامل كمية المحروقات المسلمة إليها، تمهيدا لمغادرتها المياه الإقليمية اللبنانية. يذكر أن إسراء سلطان كانت تغذي كسروان وجزءا من المتن وجبيل ما بين 21 و 24 ساعة يوميا، وعليه ستنخفض التغذية بالتيار الكهربائي في المناطق المذكورة لتعود إلى ما كانت عليه أسوة بباقي المناطق اللبنانية. وصدر في الجريدة الرسمية المرسوم المتعلق بمنح سلفة خزينة لكهرباء لبنان بقيمة 642 مليار ليرة لمصلحة شراء الفيول لزوم المعامل حتى نهاية العام الحالي. في زحل جمعية التجار تحذر من عدم تجديد الامتياز لشركة كهرباء زحلي، والتفاصيل مع محمود شكر. بعد تقديم 3 نواب من قضاء زحلي إلى المجلس النيابي اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى تجديد امتياز شركة كهرباء زحلي 2 سنوات إضافية، تحولت المواقف الداعمة للشركة إلى تحركات شعبية في الشارع الزحلي البقاعي، طالب فيها المشاركون المسؤولين بدعم الشركة في إقرار القانون المقترح. ففي زحلي أغلقت المحال والمؤسسات التجارية أبوابها بدعوة من جمعية تجارها التي نظمت مسيرة شعبية حتى ساحة الشهداء، وألقى رئيس الجمعية زياد السعادي كلمة أعلن فيها التضامن مع كهرباء زحلي. وفي سعدين اعتصم جمع من الأهالي بعد صلاة الجمعة على الطريق العام الرئيسية، وألقيت كلمات دعت فيه إلى مواجهة من يريد النيل من كهرباء زحلي، وكلمة البلدية ألقاها محمد الشيمي: إن 24 شركة كهرباء زحلي والجوار هو نقطة بيضاء جميلة في وطن زاده الفوضى والمحسوبية والمحافظة. 24 على 24 ليس بالمستحيل، إنما هو خير ما صنع في سبيل خدمة الناس والمجتمع. أين البديل يا كهرباء لبنان، يا وزارة الطاقة؟ أهي في البواخر؟ والله أعلم ما يحدث من طبقات. من جهته الشيخ عيسى خير الدين حذر أن إغلاق الشركة يساوي إغلاق الطريق. الآن نتحرك قبل فوات الأوان، نتحرك عندنا 24 على 24، وهذه الجماهير كلها نزلت إلى الشارع لأنها تدرك خطورة انقطاع التيار الكهربائي. فأبشركم أنه لو تم انقطاع الكهرباء في البقاع الأول
الأوسط وفي شركة كهرباء زحلي ولم تعطى الامتياز فإننا سوف نقطع الطريق انقطاعا دائما حتى يعيد الامتياز لأنه ربما الدولة لا تفهم إلا بهذه اللغة. هذا وأصدر المكتب الإعلامي لمطران الفرز والزحلي والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك عصام درويش بيانا أيد فيه الحراك الشعبي الذي يحصل في المنطقة. من البقاع محمود شكر، صوت لبنان. أعلنت السعودية نتائج التحقيقات في قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي والتي أظهرت أنه توفي أثر شجار واشتباك بالأيدي مع الأشخاص الذين قابلوه داخل القنصلية السعودية في اسطنبول والذين حاولوا التكتم والتغطية على ما حدث بحسب بيان رسمي سعودي. وأعلنت المملكة توقيف 18 شخصا على ذمة التحقيق في القضية إضافة إلى إعفاءات طالت مسؤولين بارزين وإجراء إصلاحات مهمة في أجهزة الاستخبارات. وأمر الملك سلمان بن عبد العزيز بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات في المملكة، وأعفى نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري والمستشار في الديوان الملكي سعود بن عبد الله القحطاني، وأنهى خدمات عدد من الضباط في الاستخبارات. وأشار مصدر سعودي مسؤول إلى أن ولي العهد السعودي لم يكن لديه علم بهذه القضية، وأشارت السعودية إلى أن المتهمين أبلغوا الرياض أن خاشقجي خرج سالما من القنصلية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبر أن أمريكا تحتاج للإبقاء على السعودية كقوة في مواجهة إيران، مشيرا إلى أن التفسير السعودي لما جرى مع خاشقجي موثوق به. إلى ذلك استجوبت النيابة التركية 15 موظفا تركيا في القنصلية السعودية في اسطنبول في إطار التحقيق في اختفاء خاشقجي. أعلن المرصد السوري سقوط 32 قتيلا مدنيا في خلال 24 ساعة في غارات للتحالف ضد آخر جيب للإرهابيين في شرق سوريا. وأعلن المرصد السوري من جهة أخرى أن تنظيم داعش أفرج عن 6 رهائن اختطفهم من السويداء في سوريا من أصل 27. وبعد التصريحات الروسية المتكررة التي أكدت سيطرة النظام السوري على 90% من الأراضي السورية، قال الموفد الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري إن 40% من الأراضي السورية لا تخضع لسيطرة النظام وهي تحت سيطرة حلفاء واشنطن وأنقرة. ونفى جيفري أن تكون واشنطن تعمل على إقامة كيان منفصل في الشمال الشرقي لسوريا، مؤكدا التزام بلاده بوحدة الأراضي السورية. إلى ذلك أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية أن المسلحين واصلوا خرق وقف إطلاق النار في منطقة خفض التوتر في إدلب، مشيرا إلى رصد قصف القوات النظامية قرب مدينة تل رفعت من جهة مواقع التشكيلات المسلحة غير الشرعية في عفرين. ولفت إلى أن المسلحين قصفوا أيضا بلدات في ريف اللاذقية وأحياء في حلب. أعلنت أنقرة أن اسطنبول ستستضيف قمة رباعية حول سوريا في 27 من الجاري بمشاركة زعماء تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا. وقال متحدث باسم الرئاسة التركية إن القمة ستبحث الوضع الميداني في سوريا واتفاق إدلب والعملية السياسية. وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهاما رسميا لمواطنة روسية تسعى للتأثير على الانتخابات المقبلة، وأبدت وكالات الاستخبارات الأمريكية قلقها من محاولة كل من روسيا والصين وإيران التأثير على الانتخابات الأمريكية في الشهر المقبل. أصيب 130 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي على حدود غزة. الصفحة الرياضية مع نجيب قاعي. صباح الخير. بأبرز النتائج التي تم تسجيلها امبارح بالرياضة اللبنانية وببطولة حسام الدين الحريري، فريق الرياضي بيتغلب على سلا المغربي 97-68 وبأكد بأنه جاهز للمنافسة ببطولة لبنان لكرة السلة اللي رح تنطلق اليوم، وأيضا في هذه البطولة اللي عم بينظمها على أرضه نادي الفداء صيدا. منتابع مع الأخبار المحلية مع الأنصار اللي تغلب على غيسينج 1-0 بالمباراة اللي كانت عم تصير بيناتهم امبارح بمجمع فؤاد شهاب. اما بالاخبار الدولية فرح نبلش مع الفورمولا 1. لويس هاملتون كان الافضل بتجارب الولايات المتحدة الامريكية، بطبع لويس هاملتون عم بيقترب اكتر واكتر من الفوز بلقب البطولة.
منتبع مع كرة القدم الأوروبية مع افتتاح بعض المراحل بفرنسا اليوم بتغلب على نيم 2-0 بالوقت اللي شفنا ألافيش عم يتغلب على سيلتا فيغو بسيلتا فيغو 1-0 أنتراخت فرانكفورت بيتغلب على فورتونا دوسلدورف بافتتاح المرحلة الثامنة من الدوري الألماني بنتيجة 7-1 اليوم في عنا عدد من المباريات المهمة جدا بالبطولات الأوروبية وربما المباراة الأجمل تشيلسي مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي ومباراة أيضا لا تقل أهمية بين برشلونة وإشبيليا بالدوري الإسباني. من ساعة قليلة كنا مع مباريات الـ NBA بأبرز النتائج اللي تم تسجيلها فوز شارلوت على أورلاندو، بروكلان على نيويورك، مانفيس على أتلانتا، تورنتو على بوسطن، بليكنز على ساكرامنتو، مينيسوتا على كليفلاند، ميلوكي على إنديانا، كليبرز على أوكلاهوما وغولدن ستيت على يوتا. ختام النشرة مع الأحوال الجوية. الجو غائم مع تساقط أمطار متفرقة وانخفاض ملموس في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل. كان في هذه النشرة عودة التلبد إلى الأجواء الحكومية، وبري ينصح الحريري بوضع الفول بالمكيوم. الحريري يبلغ القوات تمسك عون بالعدل، وجعجع يقول إنه لن يقبل كيفما كان، ونصر الله يأخذ مطلب سنة 8 أذار على عاتقه. ما ننصح حدا يحط مهل زمنية، ما زال هناك مجموعة من المسائل بالحقائب بتوزير بعض الجهات ما زالت عالقة. الاستخبارات الأمريكية تكشف تورط قطر مع إيران في تهريب أسلحة متطورة لحزب الله عبر المطار. السعودية تؤكد مقتل الخاشقجي داخل القنصلية وتعلن عن إعفاءات وتحقيقات، وترامب يثمن الدور السعودي. من صوت لبنان استمعتم إلى نشرة للأخبار. شمس بعيدة صوت لبنان من زمان صوت لبنان وين ما كان صوت